راديو نيل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء كل حاجة حلوة على كل مستمعي نغم أف أم. حلقة جديدة من حلقات لمن يهمه الفن. النهاردة حلقة الجمعة 2 سبتمبر 2022، معاكم على الهواء أميرة نور. النهاردة حلقتنا مميزة جدا، النهاردة حلقتنا حلقة كده هترجعنا لأوقات وذكريات جميلة في حياتنا كلنا. ضفنا ونجمنا اللي منورنا النهاردة على نغم أف أم وفي لمن يهمه الفن من أهم نجوم التسعينات ومن أحبهم على قلوب كل جيل التسعينات وكل الناس اللي بتحب موسيقى وأغاني التسعينات. بدأ حياته الفنية بشكل احترافي في التسعينات في مدرسة المزدوية، وهي نفس مدرسة حميد الشاعري. مشوار غنائي كبير قدم خلاله أكتر من 140 أغنية، وقدم بطولة فيلمين سينمائيين، وبرغم كده كل شوية يظهر ويكسر الدنيا ويعمل لنا أغاني حلوة قوي وبعدين يختفي. بتروح فين؟ إيه السبب؟ محدش عارف. وبرغم اختفائه لمدة طويلة، لكن كلنا حافظين أغانيه، أغانيه محفورة جوانا، حافظين الكلمات، الألحان، لأن كل أغنية من أغانيه ليها ذكريات كبيرة جدا معنا. ضفنا النهاردة طاير في العلالي، ضفنا معجباني، ضفنا أمير العشق الفنان والنجم فارس. يا مساء الفل، الحمد لله على السلامة. مساء الفل عليك وعلى كل مستمعينك، انا سعيد بوجودي معك. تعافى يعني. انا اكتر بكتير. انتي من الناس اللي بحبها جدا والله، انت غاليه يعني. تسلم يا فارس، تسلم تسلم. انا مبسوطه جدا بالحلقه دي، مش عارفه اقول لك قد ايه، مش انا بس يعني، من وقت ما اعلنا على نغم اف ام انه انت مشرفنا كل الناس الحقيقه، انت وحش جمهورك جدا جدا، واللي اتصلوا بيقولوا لي اميره بسترات وكانت متعلقه في اوضتي، اميره قولي له يغني لنا الاغنيه الفلانيه، هو فين مختفي فين يعني. ان شاء الله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت منور نغم اف ام. الحمد لله نور بوجودك. مختفي فين؟ بتعمل فينا كده ليه وفي المعجبين بتوعك؟ يعني اختفيت فتره، طبعا فتره مش قليله، فتره كبيره. صحيح. دي قصه يعني مش مالهاش اي لازمه دلوقتي. المهم انا رجعت ان شاء الله، الحمد لله على السلامه، باذن الله يبقى خلاص مفيش نان ستوب ميوزك بعد كده. خلاص بقى هعوض اللي فات ان شاء الله. يعني عشان الموضوع وحشني، انا بحبه. دي حقيقة. انا بغني من وانا صغير، فدي الحاجه اللي بحبها. دي حقيقه. فان شاء الله يعني هكمل. نورت الدنيا. ده نورك والله العظيم. عايز اقول لكم انه كمان النهاردة هنحتفل بعيد ميلاد النجم فارس، لان هو من مواليد برج العذراء 8/9. صحيح كده؟ كل سنة وانت طيب، ونبقى اول حد بيقول لك كل سنة وانت طيب. نغم اف ام. ميرسي، ربنا يخليك. كل سنة وانت طيب. الحمد لله كملت 29 سنة ونص. ايوه. كل سنة ونص. اه 29 سنة ونص. ايوه صحيح. النص دي يعني معناها ان انا صح بتكلم دقيق يعني. طب انا اقول لك على حاجة بقى بجد، ونمسك الخشب، انت ما فيش اي حاجه فيك متغيره. انا هو ده فارس كده. لا مش مقصودش يعني، انا اصلا كنت فريز يعني، كنت متجمد. ايوه الفتره دي. طب قولي بقى، برج العذراء بيقولوا عليه ان هو يعني برج كده ليه صفات خاصه، فقولي كده فيك ايه من مميزات برج العذراء، وفيك ايه من عيوب برج العذراء؟ لا يعني ما اقدرش اقول المميزات، ما ينفعش حد يتكلم عن المميزات. تمام، احنا نتكلم. احنا عيوبي ممكن زي ما قلت عصبي. دي حقيقة يعني. بس عصبية مكتومة. لا طبعا مش عصبي، اللي هو يعني بس بتعصب يعني. عشان كده أغنية عصبي دي، عشان كده أغنية عصبي اللي رجعت لنا بيها. وممكن يعني ببقى خجول شوية. يعني بحب لما أحس إن في حاجة مش عجباني أو موضوع مش عاجبني ببعد، تاخد جنب، باخد جنب على طول. يعني مع إن مهنة المطرب دي مهنة بتحتاج الظهور، ومع ذلك أنت دايما بتحب إنك ما تكونش. لا ما بحبش، ما بتحبش الظهور، فدي ما حاجة. ما بحبش خالص يعني. زي ما بقول لك والله أنا بعتذر طبعا للقنوات اللي هي بتكلمني، والله ما بحبش الظهور فعلا. يبقى أنا محظوظة النهاردة أنت طبعا. أنت طبعا عارفة، انت شرفتنا. طب انا هقول لك على اكتر اغنية، كل الاغاني بحبها بس الاغنية دي بالذات انا بحبها قوي، فتعال نسمعها وبعدين نرجع نتكلم عنها. بنت بلادي، وما اعتقدش ان انا بس اللي بحب الاغنية دي، طبعاً كلنا بنموت في الاغنية دي.